بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهارده هيتكلم عن اسعار الدبات في ليزر الافقي المتاحه في السوق المصري، وايه افضل الحاجه وايه اخر اسعار موجوده بتاعتهم. ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهارده هيتكلم عن الاسعار. طبعا احنا داخلين على العيد الكبير، كل سنه وحضراتكم طيبين. واكتريه الناس دلوقتي بتسال عن اسعار الفليزرات اللي موجوده في السوق. الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم عنيها وعن الأسعار بتاعتها وآخر أسعار ليها في شهر 6، آخر تحديث لأسعار شركات كريازي وألاسكا وفريش وإلكترو ستار، دول اللي موجودين حاليا في السوق المصري ودول أفضل حاجة. أول حاجة عندنا هنا ده الألاسكا، ده 270 لتر، الصافي بتاعه 270 لتر، ده بتكون الحلة بتاعته ستانلس. أكترية الجزارين ومحلات الجزارة السمك الألبان ما بياخدوش ديبات في ليزر الألاسكا. شكل الفينش بتاعه ما بيكونش حلو قوي، بيكون على قد شوية زي ما احنا شايفين، لكن هو افضل موتور ديب في ليزر موجود في السوق المصري. عشان كده اكترية التجار اللي بتشتغل في محلات الجزارة والسمك ما بياخدوش حاجات غير الاسكا. سعر ال 270 النهاردة 10800 جنيه، متوفر منه 200 لتر، سعره النهاردة 8500، ومتوفر منه 650 لتر اكبر حاجة، سعره النهاردة 17900 جنيه. عندنا ديبات في ليزر كريازي، ده 338 العادي، وفي منه الديجيتال، وفي منه 225 لتر، ده اللي هو 225، وده الألاسكا اللي هو 200 لتر. الكريازي 225 سعره النهارده 12500، الحله بتاعته بتكون ألمونيا زي ما احنا شايفين، في اضاءه، الماتور بتاعه امبراتو برازيلي، لكن ألاسكا ماتورها صيني، بس كماتور ألاسكا عن كريازي اقوى شويه، لكن احسن حله موجوده في السوق المصري كله في الدبات في ليزر الافقي وهي بتكون كريازي. ده ال 225 لتر سعره 12500. عندنا هنا ده 338 لتر، صافي 336 لتر اهوت، سعره 14900 جنيه. عندنا فريش هنا بقى بكل موديلاته، فريش طبعا الكمبروسر بتاعه بيكون ال جي، بيبقى مكتوب عليه زي ما احنا شايفين كده اهوت ال جي كمبروسر، وهو من الحاجات الكويسه قوي في الدبات في ليزر الافقي في السوق المصري، واكتر حاجه الصراحه عليها طلب اليومين دول، واكتر حاجه من السين عليها ان فريش من الشركات المحترمه. عندنا هنا ده 220 صافي 165 لتر، سعره 7900 جنيه. عندنا هنا ده 330 صافي 255 لتر، ده شكل الحلة بتاعته هوت، وده سعره بيكون 8900 جنيه. نفس النظام هنا هوت، ونفس الشكل ونفس الامكانيات، اللي هو الكمبروسر بتاعه ال جي واللون بتاعه فضي. وده هنا 220 صافي 165 سعره 7900 جنيه. وده هنا الصغير بتاعه خالص 190 صافي 145 لتر، سعره 6500 جنيه. عندنا طبعا الكترو ستار برضو من الشركات الكويسة، الحاجات الوسط اللي الناس برضو كلها بتشكر فيها. ده ألاسكا، ده الكترو ستار 150 لتر صافي 145، و 220 لتر صافي 197، ده الحلة بتاعته بتكون استلس زي ما احنا شايفين، وده نفس النظام الحلة بتاعته بتكون استلس. لكن عيب الكترو ستار الوحيد ان هو مش عامل فاصل ما بين الجزء دوت ده، احنا ممكن مثلا نجيب حتة مثلا ابلكيشة او كرتونة بنحطها هنا هوت، نعمل بيها الفاصل اللي احنا عاملينه، او عند اي حداد ممكن يعمل لنا شبكة زي دول كده هوت، زي فريش كده هوت، اقدر اعمل بيها الفاصل واحطها في الالكترو ستور. ده ال 150 لتر سعره 6500 جنيه اللي استلس، وفي منه الالمونيا بتاعه سعره بيكون 6200 جنيه. وده ال 220 لتر اللي استلس سعره 7650، وفي منه الالمونيا بيكون سعره 7250، فرق حوالي 400 جنيه. اخر حاجه معانا هنا هو في الفيديو، وهي هتبقى فريش 330 صافي 255، اللي هو اللون الاسود، احدث حاجه نازله من شركه فريش، وده سعره 8500 جنيه. دي كده اسعار الفليزرات اللي موجوده كلها دلوقتي في السوق المصري، اخر اسعار لشهر 6، ودي الاسعار بتاعتها ان شاء الله. الله اعلم هيبقى في زيادات تاني بقى قبل العيد ولا لا. كل سنه وحضراتكم طيبين، وانتظروا ان شاء الله مننا الفيديو الجاي هيتكلم عن الدبات في ليزر اللي هي الافقي كلها. احنا اتكلمنا دلوقتي على اللي هي الافقي، معلش الدبات في ليزر الرأسي كلها. الفيديو اللي بعد ده هيتكلم عن افضل الماركات الدبات الرأسي بالاسعار بتاعتها.